مساء الخير يا جماعة، أنا عايزة أعمل ديسكليمر أو تنويه. الفيديوهات اللي أنا بعملها وبنزلها على الـ ABA يوتيوب جروب أو بنزلها على اليوتيوب شانل اللي أنا عملتها، الفيديوهات دي الغرض منها تعريف مفاهيم علم تحليل السلوك التطبيقي، أوكي؟ بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي مثلاً إن نشر علم تحليل السلوك التطبيقي، اوكي؟ طيب لمن هو مهتم؟ سواء كان الاهل، سواء كان الاخصائيين اللي بيشتغلوا في هذا المجال، او سواء كان اي حد مهتم بالاي بي اي. دي حاجه. حاجه تانية كمان، او عشان اوصل لكم المعنى من الفيديو اللي انا بعمله ده او الديسكليمر ده، زي مثلا دلوقتي لو انا بتكلم على الدي ار اي او الديفرنشال انفورسمنت اوف انكومباتبل بيهافير، وعرفت معنى المفهوم وديت مثال وقلت مثلا ان الطفل سلوك الغير مفضل يعني، او السلوك اللي عايز يقل اللي هو سلوك العض، وجيت قلت مثلا ان احنا في الدي ار اي ممكن ان احنا نعلم الطفل في المثال اوكي اللي انا بديه، ممكن احنا نعلم الطفل ان هو يحط ايده في جيبه بحيث ان هو نعلمه سلوك ما يقدرش في نفس الوقت وهو بيعمل سلوك جديد يعمل السلوك المشكله نفسها اللي احنا عايزين نعلمه، اوكي؟ وبدي مثال. طيب جه واحد اخصائي سمع رضوى وهي بتتكلم وبتقول المعنى ده والمفهوم ده، وجه راح يطبقه مع الطفل اللي هو بيشتغل معاه، اوكي؟ اول حاجه وعايزه اقولها، لو حد عمل كده وحد طبق حاجه زي كده هو بيطبقها على مسؤوليته الشخصيه كومبليتلي تماما، اوكي؟ يعني هو اللي مسؤول على ان هو خد قرار زي ده في ان هو يستخدمه مع الطفل. طيب دي حاجه. حاجه بقى ثانيه مهمه جدا، ليه انا بقول كده؟ لان البيهيفير تريتمنت بلان او خطه العلاج السلوكيه ما بتمشيش كده، ما بتمشيش ان الواحد يشوف فيديو ويروح يطبقه، لا، لازم التشايلد ده او الطفل ده بيكون عنده بورد سيرتيفايد بيهيفير اناليست، اوكي، بتابع الحاله بتاعته، لازم بيكون او بي سي اي بي اي بتابع الحاله بتاعته، اوكي، ولازم بيشوف البي سي بي اي هو من حقه هو ان هو يحط التريتمنت بلانز، اوكي، هو او البي سي اي بي اي يعني من حقه ان هو يحط التريتمنت بلان، من حقه ان هو يحط دي ار اي، دي ار اي، يحط like non NCR، يحط whatever هو شايف ان this is the best treatment for the child، ان دي احسن علاج سلوكي ينفع ان احنا نحطه based على الفانكشن، based على حاجات كتير قوي، اوكي؟ فاللي انا عايز اقوله واكد عليه تاني من فضلكم، اي حد هياخد الفيديوز دي او ان هو يروح يجربها كده من نفسه ويطبقها، ده على مسؤوليته الشخصيه تماما. فانا بقول الكلام ده، انا رضوى الطنب، بي سي اي بي اي، بورد سيرتيفايد اسيستنت بيهيفير انالست، محلل سلوك مساعد من البورد الدولي الخاص بمحللي السلوك المعتمدين، اوكي؟ شكرا.